لو تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، مات أبوه قبل أن يولد، ثم ماتت الأم، كان في كفالة جدي، ثم مات الجد، ثم كان في كفالة عمي، مات العم، وماتت الزوجة الحنون خديجة. حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنين، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا عليه سل الجزور، خرج إلى الطائف فآذوه وأرسلوا عليه الصبيان والسفهاء. ثم بعد هذا هاجر وكان في الغار، نبي الأمة في غار يختبئ. وصل إلى المدينة ظهر النفاق، وبرزت عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تزيد، وضعوا له السم في طعامه، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الأحزاب شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، حتى يعني نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على هذا رضي بالقضاء القدر، نعم. علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله به رمد، بل يقول بعض من يذكر ترجمة علي رضي الله عنه، يقول أن علي رضي الله عنه كان موكول بالبلاء، عندما يخرج من ابتلاء ومصيبة يدخل في أخرى، وهو رابع الخلفاء الراشدين ورجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. فالإنسان ينظر في سيرة الصحابة، في سيرة السلف الصالح، مفهوم؟ نعم. وبهذا يعرف كيف يطب، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.